كسابقتها من الانتفاضات الشعبية ضد الأنظمة الاستبدادية، بدأت انتفاضة الشعب العراقي في محافظة الجنوب والوسط بمطالب تتعلق بتوفير الخدمات من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وتوفير وظائف للشباب العاطلين. قبل أن يرتفع سقف المطالب بقوة مستمدة من تواصل التظاهرات واتساع رقعتها الجغرافية، وكسابقه من الأنظمة المستبدة، يتعامل النظام السياسي في العراق مع التظاهرات من منطلق محاولة الاحتواء والتهدئة في البداية، ثم المواجهة العنيفة عبر قوة باطشة تعتقل وتقتل وتصيب أعدادا كبيرة من المتظاهرين السلميين. ولكي يتسنى للنظام العصف بتظاهرات سلمية، فلا بد من شيطنتها وإلصاق مختلف التهم بها من الخيانة والعمالة والإرهاب، ثم يصبح واجب القوات الحكومية التصدي لهم بكل قوة. حملة التشويه والشيطان لمتظاهري العراق بدأتها الحكومة باتهام من وصفتهم بالمندسين بارتكاب أعمال عنف تهدد سلامة وأمن المجتمع وفق البيانات الحكومية، كما شارك في هذه الحملة شركاء العملية السياسية التي ينادي المتظاهرون بإسقاطها وإسقاط أحزابها. فهذا حسن سالم عضو مجلس النواب السابق عن كتلة ميليشيا العصائب، اتهم جهات لم يسمها بتجنيد عدد من المتظاهرين وإجراء لقاءات بينهم وبين شخصيات صهيونية من أجل إحداث قلائل أمنية في العراق على حد وصفه. ولا تقف الاتهامات الحكومية للمتظاهرين عند حد العمالة للكيان الصهيوني، فهذا عامر الخزاعي أيضا النائب السابق عن ائتلاف دورة القانون بزعامة المالكي أدلى هو الآخر بدلوه، واتهم المتظاهرين بالانتماء لداعش. كل جهة تصعد على مكتب لحزب الدعوة أو لأي مكتب إسلامي ثم تمزق صور الشهيد محمد باقر الصدر، هذه جهة إما داعشية أو بعثية وسيتم القصاص منها. غير أن التظاهرات تواصلت رغم كل الاتهامات ورغم سقوط العديد من القتلى والجرحى، بل إن سقف المطالب ارتفع ليكون إسقاط العملية السياسية وأحزابها برمتها وإزاحة الفاسدين الحكوميين عن مقاعد السلطة التي هيمنوا عليها منذ أكثر من 15 سنة، الأمر الذي يراه محللون منذرا بثورة شاملة قد تطيح بالنظام السياسي الذي أسسه الأمريكيون ورعوه مشاركة مع الإيرانيين.